أهلا بكم مشاهدينا في تغطية جوية جديدة على موقع صدى البلد. هنستعرض فيها لحضراتكم تفاصيل حالة الطقس اللي بتشهد انخفاض في درجات الحرارة، وهتصل في بعض المناطق لحد التجمد، وهنوضح كمان نصائح وتحذيرات خبراء الأرصاد الجوية. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار الارتفاع الطفيف والتدريجي في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع المقبل، وأشارت إلى أنه هتسود أجواء معتدلة الحرارة نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائلة للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ولكن ستظل الأجواء باردة ليلاً وفي الصباح الباكر على شمال البلاد شديدة البرودة على جنوب البلاد، وتصل إلى حد التجمد على المزروعات في وسط سيناء. وأيضا كشفت هيئة الأرصاد الجوية لأن درجة الحرارة الصغرى على سانت كاترين هتسجل 0 درجة مئوية، وهي درجة التجمد، وهتصل الأجواء لحد الصقيع على وسط سيناء. ولفتت إلى أن الظاهرة الجوية المؤثرة صباحا هي الشبورة المائية، والتي ستتسبب في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، لذا يجب توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة. وتوقعت الأرصاد تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة. أما عن احتمالية تساقط الأمطار، فكشفت الهيئة العامة للأرصاد عن أن هناك فرصا لتساقط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى الغرب على فترات متقطعة من اليوم. أما عن حالة البحرين، فقالت الأرصاد أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط فستكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح ستكون سطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية. أما عن حالة البحر الأحمر، فمن المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين إلا ربع، والرياح السطحية شمالية غربية. وقالت دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة هذا الأسبوع على أغلب محافظات الجمهورية، وأشارت إلى أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بحوالي من 3 أو 4 درجات مئوية، وذلك يرجع لوجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على زيادة فترة سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار. ونوهت أن هناك انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة فور غياب أشعة الشمس ودخول ساعات الليل، خاصة في الساعات المتأخرة منه والساعات الأولى من الصباح الباكر، بحيث تتراوح درجات الحرارة بين 10 ل11 درجة مئوية على القاهرة الكبرى. ولفتت إلى أن درجة الحرارة الصغرى على بعض المناطق من المدن الجديدة شمال الصعيد ستتراوح بين 6 ل7 درجات مئوية، بجانب بعض المناطق من وسط سيناء التي تصل فيها الصغرى لأقل من 5 درجات مئوية، وذلك في أجواء باردة لشديدة البرودة على أغلب محافظات الجمهورية. وأشارت إلى أن الصقيع يتكون على المزروعات في وسط سيناء نتيجة الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، ومتوقع سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من غرب البلاد تحديدا في مطروح وأيضا السلوم. وحذرت من الانخداع من حالة الجو وتغيير نوعية الملابس، لأن الارتفاع في درجات الحرارة مؤقت والشتاء ما زال مستمرا وسيحدث انخفاض جديد في درجات الحرارة. أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم فهتكون كالتالي: القاهرة الكبرى العظمى 21، أما الصغرى هتكون 10 درجات، شرم الشيخ العظمى 24 والصغرى 14 درجة، الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11 درجة، الأقصر العظمى 25 والصغرى 8 درجات، أسوان العظمى 26 والصغرى تكون 10 درجات.
بكده تكون اعزائنا المشاهدين انتهت تغطيتنا، وبنعيد تاني على حضراتكم تحذير هيئه الارصاد الجويه بعدم تغيير نوعيه الملابس عند الشعور بارتفاع طفيف في درجات الحراره لتفادي نزلات البرد. بنشكر حضراتكم على حسن المتابعه، والى اللقاء.